اخوتي يا اهالي مدينة الزنتان، نخرج في هذا اليوم كما خرجنا قبل ذلك في يوم 16/2/2011، نخرج في ساحة الشهداء بمدينة الزنتان لنعبر عن رأينا بما جرى من لقاء بين السيد خليفة حفتر والسيد فايز السراج رئيس الحكومة. فإننا ندعم بثقة وبكل قوة، ندعم هذا اللقاء، ندعمهم ونشد من أزرهم لما فيه مصلحة الليبيين كلهم، لما فيه من لم الشمل، ولما فيه من عودة إلى البلد الواحد وإلى الحكومة الواحدة، لا الحكومات التي هنا وهناك لا تسمن ولا تغني من جوع. نحن مع كل اتفاق ومع كل لقاء بين الليبيين الذين هم ناضلوا والذين هم ضحوا والذين هم بذلوا الغالي والرخيص، نحن مع كل لقاء يجمع بين الليبيين ولو كانوا متنافرين. فالليبي لليبي رحمة وليس عداوة ومشقة. ثورة 17 فبراير هي رحمة لكل الليبيين لرفع المعاناة وليس لزيادة الشقاء على المواطنين. فلهذا نؤكد ونصر ونشد من أجل هذا اللقاء الذي حدث بمدينة أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، وكذلك ندعم اللقاء الذي حدث قبل ذلك بين رئيس مجلس النواب والسويحلي. كل ما فيه مصلحة للليبيين فنحن معهم، من أجل عودة المهاجرين، من أجل عودة النازحين، أن يعودوا النازحين أينما كانوا. وأخوتنا الذين يعانون ما يعانون في مصر وتونس، المهاجرين والنازحين، ليعود أهالي تورغة إلى تورغة، ويعود النازحين من مدينة طرابلس إلى عاصمة ليبيا، ويعود الذين من مزدة إلى مزدة، ويعود من الذين هاجروا من الهوانية إلى بلدهم. نحن مع الجميع أسوة في ذلك، لا نريد لأي ليبي أن يعيش في شقاء وأن يعيش في معاناة. كفانا معاناة، كفانا دماء، كمانا قتل، كمانا غير ذلك، كفانا معاناة وكفانا قتل وكفانا دمار وكفانا انفلات أمني. فلا نريد مناصب ولا نريد كراسي ولا نريد شيء، بل نريد ولا أجيال أبناءنا دكاترة ونراهم أساتدة، لا نراهم العار كل في على ظهورهم الكلاشنكوف. من أجل هذه المغانم الرخيصة، من أجل هذه المناصب التي يحرص الساسة عليها، هذه لعنة الله عليهم وعلى مناصبهم. اتقوا الله، خاف الله. واللي هذه نريد قوة واحدة، ويعود رجال الشرطة إلى ممارسة أعمالهم. نريد أن رجال الشرطة بزيهم المعتاد، وهم يجيبون الشوارع ويحافظون على الأمن وحتى تطمئن النفوس وتهدأ القلوب. الله أكبر، وعاشت ليبيا، والسلام عليكم. بهذه الواجب الذي ضحى من أجله، من رغم التهديد ورغم الوعيد، وإلا نحن واقفين معهم بشدة بقوة بكل ما أتينا، ولو ندعو دماءنا لخدمة الوطن. إن أهالي الزنتان المتواجدين اليوم في هذه المنصة يطلبوا من جميع شباب الزنتان الأبطال إلى المحافظة على اللحمة الاجتماعية وعدم الانجرار ولا المشاكل التي تعرقل سير المصالح سواء في الزنتان أو غيرها. كما ننوه إلى أن قفل خطوط البترول هي جريمة بكل المقاييس، وما يسببه هذا القفل من تدني الإنتاج وتوقف الوحدات الإنتاجية وما يسبب سائر عند الإطفاء والتشغيل، ناهيك عن انخفاض التصدير وما يسببه الغزالة العامة من أضرار فادحة. أيها الأخوة الحاضرين، إننا في بلادنا الزنتان نتمنى أن تكون كل تحركات شبابنا وتخدم صالح العام وتهدف إلى خلق المناخ المناسب والإصلاح، وقد آل إلى البناء وإلى الزهار، ولا يجدر بنا أن نهدم ما قد بنيناه سابقا وما بناه الآخر، بل يجب علينا أن نقف كلنا في خندق واحد مثل ما وقفنا في حربنا سنة 2011 وما بعدها من حروب والتي انتصرنا فيها، الحمد لله رب العالمين.